يتلوها المقرئ عبد الكريم بقدر رغم كثرة المشاغل وثقل المسؤوليات. حلي قلت قبيلة ماشي مرة ماشي جوج ولكن ثلاثة. أولا لأنه هو اللي نظم هذا اللقاء، لولا هو ما غيكونش هذا اللقاء نهائي، وما غيكونش اللقاء اللي سبقت السنة الماضية مع الأستاذ المشيشي. إذن الفضل ديال هذا اللقاء كيرجع له، وسي محمد أشار ما وقفش في هذا الحد هذا، بل خلق تقليد، لأن هذا ماشي أول تكريم الوزير العدل السابق، هذا التكريم الثاني، وفي هذه المناسبة أعلن على التكريم المقبل إن شاء الله اللي غادي يكون. إذن هذا واحد العرف اللي أول مرة كيكون في بلادنا منذ الاستقلال، وحتى شي وزارة إلى حد اليوم ما قمت بعد العمل المماثل. ثالثا بغيت نشكرو على الكلمة ديالو وعلى الإشادة ديالو بحق المتواضع، بحيث أثر عليا بزاف داك الكلام اللي سمعت منه، لأنه كيعكس النبل الأخلاقي والفكري والإنساني ديال الرجل، إنسان اللي كيقدم جهود وكيقدم خدمات والإعطاء ماشي لنفسه، للآخرين. كنتمنى على الله أنه يوجد كذلك رجال اللي غادي يكرموه واللي غادي يعترفوا له بالجميل وبالعطاءات ديالو. إذن هذه الملاحظة الأولى على هذا اللقاء. بغيت كذلك نشكر السيد الوزير وأخي العزيز، لأنه هذه شهور وهو بنفسه سهر على تنظيم هذا العمل. هذا كيبان جلسة ديال ساعتين أو ثلاثة، لكن هذه شهور وهو كينظم في هذا الشيء بدقة بحكمة. هذا التكريم لوزير العدل السابق الأستاذ عبد الواحد الراضي هو لحظة عرفان، لحظة مؤثرة إنسانيا ونفسيا وحضاريا، للتأكيد على تقديرنا لما بذله الرواد ولما بذله الوزراء الذين سبقوني في تولي مسؤولية وزارة العدل، للتأكيد على أن الإصلاح مسار تراكمي انطلق منذ سنوات طويلة، وبصفة خاصة منذ تولي جلالة الملك محمد السادس نصره الله مقاليد الحكم، وورش إصلاح العدالة والقضاء مفتوح. كل من تولى هذه الوزارة ساهم بقدر المستطاع وترك ملامحه وبصماته في مسيرة الإصلاح. وإحنا اليوم نبني على ما سبق أن أنجزه زملاؤنا السابقون لنسعى إلى تأسيس ثقافة الاعتراف. إذن المناسبة تكريم الأستاذ عبد الواحد الراضي وزير العدل السابق هي مناسبة عظيمة احتضنها المعهد العالي للقضاء، وهذا شرف للمعهد لهذا الرجل حقيقة، الإنسان المناضل السياسي المحنك، الأب والوزير طبعا الذي عاشت معه وزارة العدل بجميع مكوناتها فترة ذهبية، وإن كانت كما جاء في مداخلات الشخصيات التي أخذت الكلمة في هذه المناسبة من وزراء وشخصيات في عالم القضاء،
فعلى قصارها كانت يعني مدة قضاها الأستاذ عبد الواحد الراضي عرفت يعني تطور وازدهار قطاع العدالة بالمغرب. ولا شك أن الرجل بهدوئه وباتزانه وبخبرته السياسية ترك بصمات يعني عرفت إلى حدود اليوم تطورا، وكانت لها أثار جد إيجابية جدا على مسار إصلاح منظومة العدالة. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.